مازن سطامو أنطونيا المازن. مازن يقول أنا والدي أحد المحتجزين في إيران 11 سنة، بقى بحرب الخليج الثانية 91 ورجع بال2002، لم يحصل على راتب تقاعدي منذ سقوط بال2003. بسنة 2010 رجع التقاعد وانحال على التقاعد، ولما استلم الهوية التقاعدية تم تبليغه أنه تم إيقاف أمرهم الإداري بأمر رئيس الوزراء آنذاك المالكي، وكان مدير التقاعد أحمد السعدي. راجين تدخلكم الشخصي بكوني كون أبي من الذين لديهم صليب أحمر دولي ولديه نسبة عجز 80%. وأنا مازن شونك؟ مرحبا أستاذ، شونك؟ حياك الله مازن. أنت أبوك بحرب إيران بقى 11 سنة؟ أنا والده. أنا والده. أنت منو؟ أنا سطام هلال عبد الله. أنا كنت في إيران. أنت سطام اللي كنت بإيران 11 سنة؟ نعم. زين، الموضوع موضوع ابنك، ابنك مازن؟ نعم هو اللي مازن، هو قدم وأنا تقدم لي على يم الدكتور، وأنا أحكي الدكتور نجم على مود طبيب. تفضل، أنا نجم وياك، تفضل. لا، احنا أثرنا في الشمال 8-3-91. الصوت يا شباب، الصوت. تأثرنا بالشمال شوية مازن سطام شوية حرك نفسك لأنه أقوش بالصوت. أي أساس أي أستاذ، تأثرنا بال91. أي حرب الخليج الأولى بالشمال. يا هلا أسألك بالشمال الثمانية. كان بال91 ما عندنا حرب، كانت انتفاضة، فصارت انتفاضة بالشمال ودخلت بها، يعني جتنا فصائل ما نعرف، يعني جماعات دخلت. أيه؟ ورحنا على الحدود، أخذونا القوات الإيرانية، دخلتنا داخل الأراضي الإيرانية بال91. بال91 وين كنت منتسب بال91؟ وين كنت بال91 داوم؟ كنت أنا فرقة، كنت فرقة 49 بعربة 8. يا لواء، نفس الفرقة، مقر فرقة. زين، بقينا دخلنا الأراضي الإيرانية، يعني بالاستناد أنه الحكومة الإيرانية راح ترجعنا عن طريق الجنوب. هم لأخذكم إيرانيين؟ أخذونا كراد ومعهم إيرانيين. أي استلمتنا القوات الإيرانية، خلصنا معسكر احنا تقريبا 5000 واحد المدة 3 أشهر، بعدين نقلتنا على طهران، أخذتنا معسكرات الأصل اسمه برندق، هذا يم طهران، شمال طهران يقع هذا المعسكر. معسكر مع الحرب العراقية الإيرانية. زين انتو 5000 واحد، هي الفرقة زيادة اعدادها. انت تقول ماخذين الفرقة كلها، كلها هي وليتها، وهي كلها يعني الشمال كله راح فيه، كان الشمال كله فقط يعني فقط تشار. هذا اللي زامن ويا الانتفاضة الشعبانية. اي نعم. اي كمل، واضح. بعدين قاموا يرجعون الاعداد العراقية، قامت ترجع الايرانيين، قاموا يرجعونهم يعني كل سنتين يرجعوا لهم عدة وجبات. بس على السريع فدوى لين ما عندي وقت. 188. المهم بقيت 188. بقينا 11 سنة، رجعنا عن طريق التبادل، سلموا إيرانيين، سلمونا عن طريق خسروي بإشراف الصليب الأحمر الدولي. يا سنة، من رجعت العراق سقط النظام العراقي. رجعت بال2002. اي بال2002 رجعت. زين، كملت معاملة، يعني كملت معاملة من عند المحاربين. المحاربين حالوني على التقاعد، على التقاعد العسكري، رحت على التقاعد العسكري، دزوني على هيئة التقاعد الوطنية. زين، رحت على التقاعد هيئة التقاعد الوطنية، واجه الدكتور أحمد الساعدي من اللي حكيت بموضوعي، معاملتي كاملة محال على التقاعد من حقوق الإنسان، وعندي صليب أحمر. زين، وعندي لجنة طبية دخلت اعتبر وراها. شنو اللي صار؟ خلاص وقتي. شنو اللي صار؟ اللي صار حتى الآن موقفين التقاعد، وأنا ما يقبل يعطونا تقاعد،
يعني ما يقبل الصورة تقاعد. شو يقولوا لك ليش؟ شو يقولوا لك؟ يقول انتم مكلف، يقول انتم مكلفين، احنا مكلفين ولا احنا اسرى حرب؟ واحنا عندي عجز، وعلى قرار 262 اعتبر انا عندي عجز 80%، يعني العلم 60% يحال على التقاعد. هذا رقم التقاعد ما في التقاعد. هذا يعني يقول لك انت مالك حق من شان ال مدير التقاعد هيئه التقاعد الوطنيه الدكتور احمد الساعدي. هسه والله ذكرتني بالتقاعد استاذ اياد مدير التقاعد، الله الله بالمروه، دزيت لك رساله بالواتساب خابرتك، هسه ما ادري الرقم متغير لو الوقت متغير. ها هم عندنا ناس ترى يراد لها عون استاذ اياد، الله الله بالمروه. هو استاذ اياد تسمع قصه هذا، ما ادري اذا الله يعني حصل تليفونك والله يشوفه لهذا.